السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice 14 exercice 15 page 46 du manuel intensif 3e année biof. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وبارطاجوا الفيديو للاستفادة العامة. Exercice 14 page 46. Un instrument de mesure, aidat al-qiyas. Premièrement, quel est le nom de l'instrument à l'intérieur du bécher? On a un bécher, un caisse. غمرنا فيه هذاش، غمرنا فيه هاد الانسترومون. هاد الانسترومون سميه زي هادي. هاد الانسترومون سي لو بي اش متر. ها هو تعطينا هنا الكترونيك 7.2. اذا الانسترومون كي على الانتيريور دو بيشير اي لو بي اش متر. هذا البي اش متر. دوزيام، كيل غروندور بيرميتيل دو ميزوري؟ اشنو هي القيمه اللي تيقيس لينا هذا؟ هذا الجهاز لو بي اش متر راه تيقيس لينا لو بي اش دين سوليسيون، اي البي اش ديال السوليسيون، القيمه ديال البي اش ديال هذا المحلول اللي كاين في الكاس. اذا لانسترومون دو بي اش متر هادي، هاد لانسترومون قلناها بي اش متر ميزور لا فالور اش، قيمه ديال بي اش دين سوليسيون. اذا ديما تتقيس لينا البي اش ديال لا سوليسيون ديال المحلول شحال عندو البي اش. Troisièmement, la solution contenue dans le bécher est-elle acide ou basique ou neutre? Et de même, il y a des mélanges. Où est-ce qu'on peut trouver la qualité neutre? Aïe, mouhaïd. Et de même, il y a une comparaison. On trouve le pH. Elle est de 7.2. Et de 7.2 est supérieur à 7. Le pH est supérieur à 7. Et que veut dire 7? Il ne s'agit qu'on est qu'on basique. Et de la solution contenue dans le bécher est basique car son pH est 7.2 et supérieur à 7. Et donc car son pH est supérieur à 7, là c'est supérieur à 7, c'est vrai. pH ديالو هي 7.2 راه كبيره على 7. نمشيو للاكزرسيس 15. pH d'un jus de citron, اي pH ديال واحد اش ديال واحد عصير ديال اش الليمون وهو السيترون باللغه العربيه. اما le كيما نقولوا البرتقال وهو الاورانج. اذا السيترون هو تنقولوا بالدارجه الحامض، ولكن حيت هو حامض هذا الشيء علاش، ولكن هو سميتو السيترون اي الليمون باللغه العربيه. سامي ا بريباري ان جو دو سيترون، هو انه بريبار واحد حضر واحد عصير ديال السيترون كي تروفي كي تروفي تري اسيد، اذا كثر حمضي. Il détermine le pH de son jus à l'aide de papier pH. Hein, de papier pH. Premièrement, quelle est la valeur approximative du pH du jus du citron? Mais si le jus de citron, تقريباً قولوا مما نديرو هنا تقريباً هي هذه مثلاً هو أسيد. إذا ناخذ مثلاً 4. إذا la valeur de pH du solution du citron est pH est égal à 4. هذا بالنسبه ايضا اسيد. هو في الحقيقه لاجي دو سيترون راه اللي درتي ليه البي اش درنا في الدرس راه لقيناها بي اش ايكالا ا 4 طغوا. حتى الفينيغ والخل، الخل حتى هو تلقاو دابا لقيتي طغوا هو تيكون طغوا ولا 4. هذا بالنسبه للجو ديال سيترون اي عصير الليمون. دوزيامون بور ادوسير لو غو دو سون جو سامي ا اجوتي اون غران كونتيتي دو. اذا باش هو يشد هذاك المذاق حيت اللي درتيه بوحدو راه تيكون حامض كثير. اذا كات هو اش دار؟ هو زاد الماء. معروفه ملي تدير العصير ديال الحامض راه تدير العصير ديال السيترون راه تدير فيه الماء. اذا هو سامي اجوتي اون كون كونتيتي، دير واحد لا كونتيتي كبيره. بوي ميزور سون ا نوفو لو بي اش دو سون جي ا ليد دو بي اش متر اي تروفي اون فالور ايغال ا 7.6. اذا هو مني جا قاس لينا هاد البي اش لقاها 7.6. اذا في نظرك انت اش قال هو؟ قال 7.6. نجاوبو حنا هاد السؤال دابا، نقولو هنا كومو ابيلتون لوبيراسيون افيكتوي باغ سامي. هاد لوبيراسيون راه قلناها راه هي اش، وهي لا ديليسيون اي تخفيف. اذا لوبيراسيون اي لا ديليسيون هادي
الاوبيراسيون اللي دار هو لا ديليسيون بار سامي، اللي التخفيف. نمشيو للسؤال بي، لو بي اش متر يوتيليزي ايتيل فيابل؟ جيستيفي تا ريبونس. واش هاد البي اش متر اللي عطانا واش هو اكزاكت، اي زعما مزيان هاد الفيابل زعما 7.6؟ اش نقولوا؟ نقولوا وي لا نو؟ اذا نو. علاش؟ اش قلنا على البي هاد هاد السيت سيترون هو اسيد هاكا. اذا ملي تنديروا حنا لا كونتيتي ديال الماء، اجا تقول لي تقول لي بان لاسيديتي ديمني، عرفنا لاسيديتي ميني طون فيغ 1 طون فيغ 7 ما توصل 7 هو 7.6، اذا دي باس 7 مشى البازيك، اذا امبوسيبل، اذا خصها ما يتعداش لينا 7. اذا هاد البي اش متر راه ماشي اكزاكت، اذا يقدر يكون خاسر هاد هاد البي اش متر، ما عطاناش دي فالور اكزاكت. اذا هذا تنقولوا بان البي اش ديالو نو با دي باسي 7، ما خصوش تكون 7. اذا لو بي اش متر ني با فيابل، ني با اكزاكت، فيابل يا ني با اكزاكت، اذا اكزاكت ني با اكزاكت. Car après dilution d'une solution acide, la valeur le pH marxouch est dépassé l'ina H7. Femme, il y a une dilution. L'acidité diminue, le pH augmente. Il y a une mesure qui est 4, 5, 6, 6,9. Ça fait. Il y a après dilution d'une solution acide, la valeur de pH ne doit pas dépasser 7. Ça fait. Ou dépasser 7, ramassi fiable. Il y a une mesure qui est. إذا ديباس با 7. إذا هنا نقولو سي، أكيل فالور دو بي أ سامي دوفغي ساتوندغ جيستيفي تا ريبونس. إذا أون فا إكخيغ كو سامي دوفغي ساتوندغ أ أون فالور، الفالور ديالاش ملي تنديرو ديليسيون إل سو رابروش دو 7، دغيا تكون 5، دغيا تكون 6. بوركوا؟ هنا درنا عمليه لا ديليسيون، ديميسيون ديليسي، تنديرو ديليسيون اش يكون؟ قلنا بان لو بي اش ديالو اوغمونت اي لاسيديتي ديميني. اذا كون اون ديلي لا سوليسيون لاسيديتي ديميني، ملي تديميني لو بي اش اوغمونت. صافي هنا طون فيغ اش طون فيغ 7، ما عرفناش الرقم اللي تكون واش 5 ولا 6. اذا هنا la solution l'acidité quand on dilue la solution l'acidité diminue et sa valeur de pH augmente. Et donc comme le dit l'exercice 14 exercice 15 page 46. Au revoir, à la prochaine.